يختلف تأثير السكتة الدماغية من شخص لآخر، ويعتمد تأثر الأشخاص على نوع السكتة الدماغية والأجزاء في الدماغ حيث حدثت السكتة الدماغية، أو حجم الجزء المصاب في الدماغ. ينقسم الدماغ إلى نصفين كبيرين يسمى نصفي الكرة المخيين. يتحكم الجانب الأيمن أو نصف المخ الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم، وهو مسؤول عن أداء المهام الفنية والإبداعية. يتحكم هذا الجانب أيضاً في أشياء مثل الانتباه والذاكرة والفطنة وحل المشكلات وحتى فهم النكات. يتحكم الجانب الأيسر أو نصف المخ الأيسر في الجانب الأيمن من الجسم، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بالمنطق مثل العلوم والرياضيات. وبالنسبة لمعظم الناس فهو يساعد على التواصل الذي يتضمن الفهم والتحدث والكتابة. لكل منطقة من الدماغ وظائف مختلفة أيضاً. الفص الجبهي مهم لحل المشكلات والذاكرة والسلوك والحركة. الفص الصدغي مسؤول عن فهم الكلام والسمع والتعلم والانفعالات. الفص الجداري مهم للإحساس والتفكير واللغة والانتباه إلى جانب واحد من الجسم أو البيئة المحيطة بك. أما الفص الخذلي فهو يساعدنا على فهم ما نرى. عندما تحدث السكتة الدماغية في المخيخ يمكن أن تؤثر على مرونة الجسم والتوازن والتحكم الحركي الدقيق، وفي جذع الدماغ يمكن أن يؤثر على حركات الوجه والبلع ووظائف الجسم الأساسية مثل التنفس أو اليقظة. لذلك فإنه بناء على المكان الذي تحدث فيه السكتة الدماغية قد تعاني من ضعف أو صعوبة في التحرك، تغيرات في الإحساس أو الشعور بألم في أجزاء من الجسم، تغيرات في كيف يمكنك تناول الطعام والشراب بأمان، تغيرات في الذاكرة وتعلم أشياء جديدة، صعوبة في رؤية جانب واحد أو تفسير ما ترى. قد تشعر أنك أكثر عاطفية أو مكتئب أو صعوبة في تحدث أو فهم ما يقال. يبدأ التعافي من السكتة الدماغية على الفور. يمكنك حضور برامج إعادة التأهيل لمساعدتك على التعافي. يمكن أن يستمر البعض في العلاج في عيادة خارجية أو الذهاب إلى البرامج المجتمعية لمزيد من التحسن. يحدث الشفاء الطبيعي ويساعد العلاج في توجيه عملية التعافي من خلال التمارين والأنشطة. يساعد العلاج فيما يسمى المرونة العصبية، بحيث يمكن لعقلك أن يتغير ويشكل روابط جديدة ويتعلم. تميل معظم التغيرات إلى الحدوث في الأشهر الستة الأولى، ومع ذلك يمكن أن يستمر التعافي لبعض الوقت بعد ذلك. يمكن لفريق العلاج الخاص بك مساعدتك في العثور على طرق للقيام بالأشياء بشكل مختلف بعد الإصابة بجلطة دماغية. لذلك تعد المشاركة في العلاج مهمة سواء مع المعالج أو وحدك خارج الجلسات. يساعد أخصائي العلاج الطبيعي على تحسين التوازن والتحمل وتقوية أطرافك، ويتحكم في أي ألم قد تشعر به. يعمل المعالج المهني على تحسين استقلاليتك في الأنشطة اليومية مثل ارتداء ملابسك والطهي ومعرفة كيفية التعامل مع المجتمع. قد يقترحون استخدام أدوات للمساعدة في هذه المهام. العودة إلى القيادة، العمل أو المدرسة يمكن أن تكون أيضاً نقطة محورية هنا. يساعد أخصائي علم أمراض الكلام واللغة على تحسين النطق ويعلمك طرق التواصل. قد يساعدون أيضاً في إدارة أي صعوبات في البلع. يشرف الطبيب على الرعاية الطبية اليومية. يمكنك أيضاً العمل مع طبيب فيزيائي، وهو الطبيب المتخصص في الطب البدني وإعادة التأهيل. يساعد الصيدلي في توفير الأدوية الخاصة بك، وتساعد الممرضات في إدارة احتياجاتك الصحية والعناية الشخصية. والأخصائي الاجتماعي لديه معلومات حول موارد المجتمع، ويساعدك على إيجاد طرق للتعامل مع أي تغيرات في مشاعرك. يوفر المعالج بالترفيه الوسائل للانخراط في أنشطة ترفيهية ومسلية ذات معنى، ويقدم اختصاصي التغذية المعتمد نصائح ومعلومات عن التغذية والأكل الصحي. قد يعمل الكثير من هؤلاء المعالجين أيضا مع مدرب مساعد لمساعدتك في التعافي. ماذا لو كنت مقدم رعاية أو أخصائي دعم لشخص أصيب بسكتة دماغية؟ ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟ دورك كمقدم رعاية مهم للغاية، وقد يكون من الصعب رؤية أحد أفراد أسرتك أو صديقك يعاني من هذه التغيرات وأنت تعرف ما يجب فعله للمساعدة. يعد فهم تأثيرات السكتة الدماغية خطوة أولى رائعة. حاول حضور جلسات العلاج، التخلص من عوامل صرف الانتباه.
الانتباه في البيئة، معرفة أين تضع نفسك للمساعدة في معرفة الجانب المصاب من الجسم. إن الحفاظ على البساطة الأنشطة ووجود روتين يتيح الوقت والمساحة للعمل على التعافي، كلها طرق يمكن لمقدم الرعاية مساعدتك من خلالها. تذكر أن طرق التعافي من السكتة الدماغية مختلفة عند كل شخص، سواء كنت قد أصبت بسكتة دماغية أو كنت مقدم رعاية، يجب عليك العمل مع فريق رعاية صحية للتركيز على نقاط قوتك للعودة إلى الحياة. واحرص على مشاهدة الفيديو التالي في السلسلة بعنوان البلع والتواصل بعد السكتة الدماغية.